ريم بوسلام، الشهرة ديالها ريم العبدية، من مواليد مدينة أسفي، العمر ديالي 28 عام، تنقرا في ليزانفيرميير. الهواية ديالي هي الغناء وبالضبط اللون الشعبي. السلام عليكم، معكم المهدي الحليمي ملقب بالعيدي، من مواليد مدينة أسفي، عندي 19 عام وكنمارس الفن الشعبي. الفن ديالي بدا من الصغر، ملي كانت عندي 10 سنين وانا عزيز عليا الغني. السكيل في ملي تنسمع الموسيقى ولا تنسمع الغناء شي يعجبني الحال بزاف، وحتى ماما كانت تغني الموسيقى ديال ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، بابا كان يضرب العود واحد الوقت، ومن تما صافي تولدت عندي الهوايه وعزيز عليا نغني، ترتاح ملي تنغني. في الغناء كنت كنغني في الجرادي مع الناس مع العائلات، والناس كيشجعوني يقول لي المهدي سير كمل راك غادي في مستوى، وكمل كمل ان شاء الله راه غادي توصل شي وقت. الحمد لله واحد الوقت فكرت ندير لي فيديوهات في فيسبوك، ولقى واحد الاقبال واحد النجاح كبير عند الجمهور اللي كيتابعنا. انا جاتها ودخلت لبيتها واصيد شفت الصوت ديالي مع الاصدقاء، كنغنوا في الطوبيسات، كنغنوا خلينا في غابه سيدي مساهن هنا اللي قريبه لمدينه اسفي وفي المخيمات، ومن تما ولاو كيعرفوني الناس. فما شافوني جيت انا الاوركسترا ديالي كيعيطوا عليا، تعالى المهدي العيدي، تعالى ريح فرجنا تنتفرجوا، وكل شيء كيكون زوين. وكنبلغ التحيه الناس اسفي من هذا المنبر مع احلى فنان المهدي العيدي. واحد فاعل جمعاوي فكر يدير لي واحد الفيديو وانا تنغني، لاحو في هذا في اليوتيوب، صافي لقى اقبال. بقيت فيديو مورا فيديو مورا فيديو هذا مورا فيديو، حتى واحد النهار مشيت واحد الميتينغ في كلوب بها باش تلاقيت مع خويا المهدي، درت معاه فيديو لقى اقبال عاوتاني بزاف. عاوتاني مشينا للغابة سيدي بسهل، درنا واحد ليفيلمون تما كاين بها باش تعرفت على المجموعة ديال سي سعيد، نقول ليه كوكو من هذا المنبر. رام العبدية بالنسبة ليا أنا مني فاند ديالها، والصوت قوي وتبارك الله يعني وصلات وتستاهل، وتحية ليها من هذا المنبر من ريم العبدية. وتنتمنى حتى انايا نكون يعني انا دايره مثل الاعلى ديالي. تبارك الله على هذيك البنت اكرام العبديه، يا سلام عليها، حضور قوي شرفات بمدينتنا، وتحيه لها كبيره. كتعجبني انا من لي فام ديولها، تبارك الله عليها، وغاديه مزيان وغاديه مزيان، وان شاء الله غادي توصل للعالميه ديك البنت. وتحيه لها خاصه، كنبلغ لها التحيه اللي كانت كتسمعنا من هذا المنبر. ايوا علاش لا، بكل فرح نتمنى انا نغني معها سيغ سين. ليا الشرف ملي غادي نكون مع اكرام العبديه. نايا ودي مرحبا، على الراس والعين، علينا شرف لينا نكونوا معها في شي عمل. فنانه تاهي جميله، تستاهل كل الخير ان شاء الله معنا. لقيت صعوبات، يعني لقيت صعوبات مع العائله ديالي ومع خوتي ومع لي بارون ديالي، يعني هذاك الشيء بزاف. يعني هاد الضومين ما كانوش باغين لي من الاول، يعني الغناء تيقول لك مجتمعنا وكذا، يعني اونتر بارونتيز يعني اللي تتغني يعني راك عارف. مي انا واخا هكاك ما استسلمتش، وبقيت تنغني وبقيت نخرج للعراسات وبقيت تمشي لي زانيفيرسير، واخا كليت العصا، واخا تهددت بالطرد، واخا واحد الناريات اخر مره كنت في واحد العرس وجيت مع هذيك 4 الصباح الوالد ديالي
يعني حبسني من الدار ما كنتش ندخل تدخل الاخ ديالي الكبير اللي تنقول ليه ربي يخليك ليا يعني بزاف. ولكن دابا تبدلت الآية ما بقاش هذاك الشيء كي كان الحمد لله. عائلتي كيشجعوني كيقول لي كمال وراك غادي مزيان راك غادي في مستوى كنلقى انتقادات مع الناس تيقول لك بعد من هذا الشيء ماشي طريقك وشي. ولكن انا هواية ديالي هو الفن تيقول لك دير لك شي صنعه تتعلم شي حاجه تنفعك تنقول لهم انا راه صافي شديت في الشعبي في الغناء راه ما عمرني نفرقوا هادشي اللي يقولوا انا مع الوقت غندير شي حاجه شي بروجي ديالي. تنتمنى ندير البوم ديالي وتنتمنى نتلاقى مع كتاب وملحنين كبار وماناجر كبار ويعني ونبقى في السيل ديالي نغني على الغربه نغني على الميمه نغني مواد ديال الرومانسيه علاش لا يعني عندي عندي ما يتغنى. وحشتي فقريني يا مشفوك وشابوني هادو خيلي يا سيدي وحشتي فساقي سبيكم الكسر وما يكون بس يا نفس يا وشاح ما تخوتت يا تلي مليتيني ما يكون بس يا نفس. ان شاء الله كنفكر ندير اول سينجل وبعنوان المهم ان شاء الله غيكون قريب وكنوعد الجمهور ان شاء الله قريب. ما عنديش لاشين ديالي يعني انا يا لي فيديو ديالي تيتلاحوا في لاشين ديال مهدي ولكن تنفكر ندير لاشين ديالي. مؤخرا درت الفيسبوك ديالي ببريم العبديه الكونت ديالي مي لقى اقبال حتى هو تلوح فيه توت لي فيديو اللي تندير صافي. الرسالة ديالي المغاربة تنقول لهم يشجعوا لي طالون هاد الجيل الجديد اللي تغني ما يبقاوش يعايروا ما يبقاوش يطيحوا لهم المعنويات حقاش حنا منكم وانتم منا يعني. والغنى ماشي عيب يعني ماشي اي واحدة غنات ولا اي واحد غنى راه اونتر بارونتيز نو خصكم تشجعوهم خصكم ترفعوا لهم يعني تهزوا بهم. نشكر الجمهور ديالي كنموت عليكم كاملين على الدعم ديالكم على المسانده ديالكم وتحيه خاصه لكاع الجمهور ديالي. وين عليها كي دايره المهمه.